مستمرين معاكم مشاهدينا بفقرات هلال الكويت مثل ما وعدناكم. نجوم مسلسل للشجارة، الفنان القدير عبد الرحمن العقل والفنانة هدى الخطيب والفنانة مي عبد الله، مساكم الله بالخير، نورتون في هلال الكويت. مساك الله نور بنورك، مساكم الله بنور وسرور. حياكم الله ونهني نفسنا ونهنيكم في أعيادنا الوطنية إن شاء الله، ويكون إن شاء الله مسلسلنا من ضمن الأعياد الوطنية الحلوة إن شاء الله لما يعرض من المسلسلات الجميلة إن شاء الله اللي راح تدخل قبل، لأن على قولتهم فاميلي يعني عائلي. يعني إحنا صراحة شفنا هاللقطات وتشوقنا، نبي نعرف شنو قصة الجارة. يمكن مي شوية قالت لي بس أنا بتعرف زيادة من خلال هذه الجارة المزعجة. ما أدري ملقوفة مو نسرة، ما أدري ملقوفة ملقوفة هي مو نسرة. أي هي ملقوفة ببساطتها بسذاجتها، يعني إنسان وايد تحب الناس، وعشان ظروفها لأن هي امرأة وحيدة وعندها ولد وبنت وزوجها تاركها وبخيل رمة، جعل الله لا يوفقه إن شاء الله. فتأذي جيرانها من كثر ما هي الحب اللي زاد عن حده ينقلب ضده. يعني انت تحبينهم؟ احبهم واطبخ لهم واسوي لهم، ما يبعينهم. ما يبعينهم، هي داشة بحياتهم. هي طيبة، هي داشة بحياتها بيزعج صحيح. ازعاج بازعاج لدرجه ان احنا بغينا نقفل الباب نطلع من الدريشه. والله العظيم يعني ليل ونار، يعني ما بغينا، يعني بغينا تفضلي نامي انتي بالصاله ولا انت نامي داخل ننام بالصاله. ترى حتى بعد التصوير الو ابو خالد، اقول ابو خالد خلاص عشت الدور. الحلو في الموضوع يعني سوري مي، الحلو في الموضوع ان الالفه الحلوه اللي صارت في ليش يا جاره، احنا عايشين في عماره. المسلسل احنا عمارة، والعمارة فيها اكثر من بيت، اكثر من شقة، كل بيت فيه مصيبة، كل عائلة وفي كل واحد له مشكلة، كل واحد له خط، اكثر من جنسية، وهي يعني داشة في كل الخطوط. داشة بخشم كل واحد، داشة بخشم وده مضايق العالم كله. لا وذكر مشاهدنا وايد نضحك مع هدى زين على طول، والمخرج كان باغي على فكره اليوم. حتى هالكويت ترى والله بيلعنون. انت طالعه في المسلسل هذا اعتقد الزوجه الثانيه ابو خالد زوجة، لا هو كان عنده زوجه بس مو مبين طبعا، بس هو انه تزوج واحده صغيره فخوره عشان دلعه وتسوي له اللي هو يبيه، ساكن اجار. تفاجأ ان هالشخصيه وايد طيبه، وايد مفهيه، وايد تسمع كلام الجارة اللي هي ليش يا جارة؟ ولا الملدوفة هي بيني وبينك ما تعرف تطبخ. فتطبخ تقول انا طباخ، انا ما بحرق المسلسل الحلو فيه وايد شغلات. هي نايمة براسها، انا خليه يحب الزوج، خليه كذا، هي اتفاجئ بان انا اطيح عليه وهذا ما يصير. يعني زين هدى، باب النجار مخلع، يعني انت تنصحينها وانت ريلك طفشان؟ ترى عشان ريلي طفشان اخر شيء اطفشها منه. طفشتي زوجها احنا بس ما تقدر، ما تقدر لان هي مفهيه. انا كله بالمسلسل مسميتها المراغه. انت يا المراغه اسمع الكلام، اللهجه ربما اول مره يعني بدويه. هي مو معروف وين بدويه، يعني صرف، لا هي اساسا اصل سعودية، يعني من جهة النجدية، لكن النجدية فلما تيجي طبعا تتزوج الكويتي وتقع فيصير عندها اللهجتين. بس اللهجة البدوية هي محافظة عليها يعني. الحين أبو خالد يعني خلنا نتكلم عن المسلسل شوي. المسلسل طبعا فيه نجوم وايد، بس خلنا نعرف منو النجوم اللي معاكم طبعا غير مي و معنا خالد عجيرب، معنا ميس كمر، معنا وايد فنان، معنا سعود، معنا أمل عباس، معنا إبراهيم شيخلي، معنا هو يمكن 9 نجوم في المسلسل. يعني اخراج نعمان، حسين المخرج الكوميدي يسميه في الكويت، والتاليف والعمل الكوميدي تقريبا نفس كاست الدعله، يعني الدعله قريب منه. معنا هو طبعا التاليف الاستاذه فاطمه الصوله كاتبته امراه، احنا لما كتبته امراه حاسه بوضع الشغل النسائي، ما شغل نسائي كتبته بطريقه. يعني ابو خالد هذا العمل حسب كلامكم كوميدي. الحين عادة الأعمال الكوميدية يأخذون يعني. يأخذون أكثر من كاميرا. أنتم كم كاميرا استخدمتوا في هذا المسلسل؟ كاميرتين. حلو، كاميرتين لعبنا. ليش؟ لأن خصوصاً أكو إبداعات للممثل، يعني سواء كان فنان أو فنان أو أين كان قاعد يبدع على من خلال المشهد، الكاميرا تصيده فهو يأخذ في المونتاج يكون مرتاح. كاميرا واحدة تضيع إبداعات الممثلين. يعني عفواً، حتى بالنسبة لي أنا مثلاً، أنا دائماً أحب إني حتى لو في الدراما العادية، لأن في مشاهد مثلا مشاهد فيها ضحك، فيها حركة كثيرة، فإنك تعيد يصير فك، يصير فك خلاص ما في تواصل في الحالة. عرفت كيف؟
يعني صح. كأنك أنت لما تي أنت ممثل وأنت عارف لما تي تعمل المشهد عام حلو تسويه زين، لما تي تقطع ميديم هني الإحساس راح في نفس الوقت يشوف المشاهد أن في مش صحيح يعني الكادر غلط خصوصا مع التراجيدي حتى يعني. حتى الإفيه اللي أنت تقوله ما تقدر تقوله مرة ثانية لأن هي تي الإفيهات هاي تطلع وليدة اللحظة صح، فبالتالي أنت تضيعها، فالأفضل أن الكاميرتين فيأخذون كل حركة وبعدين هو في المونتاج يختار يعني الكوميديا يمكن يلحق لكن التراجيدي في لها مشاهد وايد إنسانية تبكي وذي وايد حلوة فلما أنك تقطع وتعال أخذ مرة ثانية وقطع وتعال أخذ كلوز راح الإحساس كله فتاخذها وانت يعني. البكي خليتيه عاد بطريقه كوميديه مي ولا لا 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 بكي هو المشاهد بكي صدق وانا ابكي صدق حلو ملكه الانكسار احب وايد ابكي صدق لان احس لما ابكي صدق عيوني تحمر وتخنقني العبره انه بكي صدق فكان ابو خالد يعني وابو حسين ماخذينها كاميرتين عشان بالتقطيع ما نطلع يعني صح. احنا صراحه سعيدين جدا انه يعني المسلسل نفسه هذا المسلسل الجميل وبهذه الانتاجيه الضخمه والجميله والاحترافيه بالعمل انها قاعده تعرض على شاشه تلفزيون الكويت على طوال السنه يعني مو بس برمضان طبعًا يعني تلفزيون الكويت مكلف نفسه ومكلف الانتاج مو فقط في شهر واحد نحرص ان احنا بس الانتاجات بس الجديده صح. تكون في شهر رمضان اللي هو يعتبر الهاي سيزون هذا شيء وايد حلو يحسب لتلفزيون الكويت جدا جميل وانا كلامك موضوع بالخير هذه النقطة وايد أنا حبيتها لأنه ما شاء الله صار لهم حين سنتين ماسكين التلفزيون الكويت طول السنة يعني مو مثل بعض صح. المحطات يعني اللي من سنة لسنة من رمضان لرمضان لا رمضان وباقي السنة إعادات حرام صح احنا كلها عرض أول بالضبط يعني أنا أتقدم جزيل الشكر لمعالي الوزير ووكيل وكيل الأول وكيل التلفزيون والوكلاء والمسؤولين المسؤولين على الدراما الكويتية أحيوها بجدارة أحيوها بقوة يعني الحمد لله صار لها بصمة كبيرة بين المحطات في العربية لدرجة أننا كنا حتى في القاهرة في مصر اللي كان أول ما يعرفون الفنان الكويتي إلا اللي عايشين في الخليج المصري أول يكون مثلاً لابد الآن اللي مشينا بالقاهرة أخوي عبد الله تلقاه يعرف وهذا فلان هذا فلان هذا فلان ليش لأن أصبحت الدراما الكويتية بالذات كل فنان الكويتين يشوفونهم في المحطة بس أبو خالد أنتوا دائماً كنتوا تشتكون إنه والله التلفزيون والإنتاج ضعيف الحين عاد انفتحت لكم المسائل ويعني الحين كل الفنانين ما شاء الله عليهم يعني يمدحون هالشيء إيش كثر هذا ممكن إنه يطور بالدراما الكويتية يوصلها لأبعد الحدود يعني احنا مش ما شاء الله احنا محطاتنا المشاهد كثرت وصلت لحد امريكا يعني يطور ليش لانك انت في كثره المسلسلات راح يصير عندك تولد ممثلين تولد فنانين تولد فنانات تولد مخرجين تولد تنافس كتاب عندنا طلع ما شاء الله كتاب كويتيين وايد شباب صح محمد الكندري ومحمد الكندري والعليو وما العليو فنانين كويتيين كتاب كويتيين يكتبون الان ما عادت مثل قبل مقتصره على فلان وعلى فلان وعلى فلان اللي من برا احتكار اي تعال كوت وتعال اعمل وكنا قبل مسلسلاتنا كلنا زين ابو خالد ما اقطع كلامك يعني انتم الحين سؤال لكم كلكم انت وهدى ومي شلون وثقتوا بالفنانين يعني عفوا الكتاب الجيل الجديد شلون وثقتوا فيهم سلمتوهم نفسكم وقدمتوا الاعمال مالتهم هذه بسيطه شوف اذا اسمحوا لي زملائي انت مش انت تعطي فرصه للشاب وبما انك انت صاحب تجربه خصوصا ان يعني احنا نراجع النصوص نعدل في النصوص العمل الفني يجب ان يكون عمل جماعي يعني من مخرج ياخذ راي مثلا استاذ ابو خالد لان بطل العمل بطله العمل والناس اللي فاهم اللي تعرف تكتب ايضا ولها مجال كبير وخبره كبيره ففي اشياء اكيد الكاتب عنده زلات كثيره صح. لان اللي يكتب غير اللي ينفذ في اشياء ما ممكن نسويها انتاجيا يعني ربما تكون مكلفه عدد اللوكيشنات وكذا يحاول يخلص فاحنا نراجع هذه الاشياء ونعدل فيها ونقول للكاتب ترى تعال واحضر وشوف واعرف سير العمل كيف اعرف شنو المشاكل اللي تحصل في مشهد انت كاتبه ما ممكن هذا انه يتنفذ بهذه السهوله والوقت وايد مهم فبالتالي شوي شوي تشوفها بعد تجربته الأولى تجربته الثانية والثالثة تكون أفضل وأفضل
فهي مش مسألة ثقة، احنا مش ثقة كاملة نعطي لها، بس في كتاب ولكن نلاقي في فكرة حلوة يقولك ليش انت المشهد هذا، لا ما نشيل، نشيل اقصد مثلا انك انت تقول هذا المشهد مثلا ما اقدر، حتى لو تشيل، حتى لو تشيل ترجع للكاتب وتقول حبيبي هذا ما يصير لك كذا، يعمل كتابة بديل يمكن يرسم مشهد اخر، يكتب المشهد نفسه الا اذا كان عند المشاهد كثيرة وممكن الاستغناء عن بعض المشاهد وتبديلها بمشاهد اخرى. التايم حلو لازم يكون 30 حلقة ساعة واحدة، ومسألة ان نمط ونزيد ونحط علشان لازم اكمل 30 حلقة هذه ابو خالد، ساعات نشوف وايد هاللونجير هذا ولا مو حلو، مو حلو. شوف اللونجير احنا ضده، في مخرج عن مخرج يختلف، في مخرج مبدع، في مخرج يقول لك انا ابي 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 الحدث، ما بالتطويل الزيادة على اللزوم. أنا عندي مواد، أنا أقدر التطويل، أقدر أسوي بالسيارة، أقدر أسوي بالشارع، أقدر أسوي في مناظر خارجية، أخذ لينكات، أقدر أحشي، لكن في الحدث الدرامي لا يمكن، وهذا أنا ضده. يعني حتى لدرجة أن بعض الـ 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 الكتاب يحب يستهل في 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 المشاهد، يعني هو المشهد انطال اكثر من صفحه، صفحه ونص، صار ممل، ممل لدرجه ان الناس يعني القرقه ما تنفع، عطني الزبده. الا اذا كان المشهد يتطلب ان في اكثر من فنان، مثلا كل الفنانين مجتمعين في مشاهد ماستر، فهني ممكن شوي يعني يطول للصفحه ونص، لان حسب الحوارات اللي بتنقال، أي الحوارات المهمة اللي هي الفينال خلاص، وحسب الضحك اللي بينقال. أهم شيء الزبدة لازم توصل على قولتها. عندنا هذه اللقطة من المسلسل، قاعدين نشوقكم وايد مشاهدين علشان تتابعونا إن شاء الله الأيام القادمة على شاشة تلفزيون الكويت، نشوفه مع بعض. عين مطفين الليل، خايفين أبوقهم مثلا. زمان الجيران ما كنا لا نقفل بيباننا ولا حتى كنا نطفي ليتاتنا، ايش دعوه عليكم؟ هلا هلا هلا، والله انتم جيتوا. ايه هلا مفالح، شلونك؟ يا هلا يا هلا، شلونك؟ الله يسلمك. انا تواكلت عليكم، قلت عسى ما شر صار فيهم. ما فينا الا العافيه ان شاء الله. ايه الله يعافيك ان شاء الله دوم. لا ما فينا شيء حبيبتي، احنا بس كنا معزومين على عشاء برا. عشاء؟ ايه عليكم بالعافية. الله يعافيك. بس واللي عافيش أقول أختي، لو بغيتوا تطلعون لا تخافون، ترى لا تطفوا ليتكم. ليش ما تطفي ليتكم؟ علشان أنا عارفة أنكم طلعتوا. تبين شيء طالع من رج؟ لا سلامتكم، سلامتكم، ما قصرت. الله يسلمك. شفنا مشاهدينا بعض لقطات المسلسل ليش شجارة، بس الحين عاد يمكن انا سالتك قبل شوي مي، قلت لي انا اتعاطف معها واحبها في المسلسل، صح؟ شلون؟ انا عرفت ان هي طيبه وان على نياتها على ثقافتها، اي، ودائما اكلم ريلي فهد اللي هو ابو خالد اقول له ان هي مسكينه ما عندها احد في طيره، يعني حق منو تتكلم؟ حق منو تتشكى؟ خلينا تكلمنا احنا. فهو مو متقبل ان هي انسانه ملقوفه دعله تدخل باللي اشياء ما تخصها، فتصير المشاكل من هني ان انا اسمع لها واضطر اشوفها من وراه وهو يمنعني عنها. في مشاكل وصلتيهم لدرجه انه يمنعك عنها. قفلت عليها، حلف علي بالطلاق. قفلت عليها، قفلت قفل علي الباب فعلا. وكنا نشوف بعض ونتكلم بالتليفون. في مشاهد تصير وايد ضحك لدرجة أن بمشهد بيوم من الأيام قعدنا فيه نص ساعة أنا وأبو خالد، وكنت خايفة وايد، أنا وأبو خالد خايفين من نعمان أنه يفركش من كثر ما ضحكنا، يعني عاد يمكن 20 مرة بالمشهد نتكلم عليها، نتكلم على مفالح، فما أدري شنو الجملة اللي يقولها، فأضحك خلص مني أنا أبو خالد من فقرة الضحك مالتي، ويقول إيش فيك؟ خلص ما يبي نشوت المشهد، جينا عنده ولا قام يضحك. مسكت الضحكة بالتصوير أنا صار معي بعد ما نقدر عادي 12 13 تيك. كريزة خلاص. جينا عنده هو ما سكت. هو خذالها 10 دقائق ضحكة، أقول له خلاص، يقول لي أنت تطلعيني. عاد هالكواليس نبيها أبو خالد تسوي لنا. أنا لا أحد مسويها. والله كان يفتح لكم فيها. حسافة. إي لا ما والله ما طلبوني. خلاص الحلقات الجاية بعد احنا ليالي الكويت مستمرين. إن شاء الله إن شاء الله. أقول لكم عبد الله وغادة أن أجواء المسلسل هذا بالذات كله ضحك. كله ضحك، بس عاد هم على المخرج شوي، ساعات يجي مخرج شوي عصبي. لا نعمان والنعم في نعمان، تقدم له تحيه جميله. تحيه، انا حقيقه ما اشتغلت يعني مع مخرجين بعقليه وهدوء وجمال والصداقه للاستاذ نعمان حسين.
صح. إذا الممثل يتعب في اللوكيشن في مشاهد ما بسبب إنتاجيا، والله ما نقدر نجيب هذا شيء. نعمان لا، كان يحاول إنه طبعا مخالد ما قصر في الإنتاج علينا حقيقة صراحة، يعني لا في الأكل، أهم شيء الأكل، احنا نحب الأكل ولا في الله بالكيترينج يعني كنا ندخل اللوكيشن فقط نصور صح ونضحك وناكل صدق حلو، ما نبي نروح ما عندنا داكر ما نبي نروح أكل يعني ما نوكرهم عشان يثقلون ويقعدون لا ما حكوا ما يعطيك بعدين ما شخ لا ما ما قدر يخلينا ما شاء الله عليه لا نعمان ونعم فيه بصراحة يعني أنا اشتغلت معاه أربع أعمال وهذا العمل اللي فيه كانت معانا هدى وكنت من زمان أشوف هدى أقول لها مع دعلبة أيضا مع الأستاذ نعمان اشتغلت هذا ولدنا خالي وصل اللي كان فيه حسن حسني ونجم الكبير طارق العلي أنا اشتغلت معه نص أعمالي معاه أحب وايد الشغل معه هو أصلاً كوميدي يعني نعمان بروحه يعطينا إفهات نسميه صديق الفنانين هو إذا كان يعني المسلسل كوميدي والمخرج دمه ثقيل يعني أكيد ما راح لا شوف يا غادة مو المثل يقول إذا كان رب البيت بالدفي ضاربون فشمت أهل البيت كلهم رقصوا كنا كذي صدق المخرج المخرج يأثر على النفسية غادة المخرج كان شوف الحين مخرجين ستريس تنشن ما قدرت تعطي بالضبط أخوي عبد الله يعني شفت شوف فيلم المسلسلات الكوميدية المصرية إحنا عندنا مثل الفيلم المصري اللي هم فنانين كبار عارفين الكوميديا يختارون المخرج اللي دمه خفيف أنا رحمة الله عليه أشرف سالم كنت شرط معه مسلسلين في القاهرة الوحيد الكوميديان اللي درش إنه روح الكوميديا يقولك لا ده إفيه وحش قول غيره أو أنا أعطيك كوميديان لأن روحه حلوة نعمان هم روحه حلوة في الفيلم في المسلسلات ليش اختار إيه في الدراما هو فنان طبعا حتى في تراجيكو كوميديان يعني مخرج بس روحه في الكوميديا أكثر تختار لما تختار المنتج اللي يختار الكوميدي المخرج الكوميديان يشيل حتى لو كان النص شوية ها نازل لهذا تختار ممثلين صح تختار المخرج صح لوكيشن صح إنتاجيا صح الأمور كلها تصير صح تسمحي لي غادة أنا بس أعلق على موضوع أن تلفزيون الكويت قاعدين طبعا يدفعون بعجلة الدراما إلى الأمام ومثل ما تفضل أبو خالد أنه راح يكون فرص كثيرة للكتاب للممثلين للكل وأحلى شيء أنه إحنا في التطور هذا اللي راح يصير إن شاء الله في الدراما أكثر وأكثر الحلو فيه ان احنا مثلا نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا دائما المؤسسات الاعلاميه الحكوميه صحيح. تحافظ على تراثها وعاداتها وتقاليدها الان ما نرى كثير من الغث والسمين نعم ولكن للاسف الشديد كثير من الدراما الان لان ربما المنتجين ليسوا كويتيين او ليسوا خليجيين فهو تاجر بالتالي بدانا نضيع قيم كثيره احنا تربينا عليها بدأنا نضيع عاداتنا وتقاليدنا وبدينا نشوف إسفاف كثير وبدينا على نشوف إسفاف وبدينا نشوف الناس اللي تلومنا في الشوارع وفي المحافل الرسمية أنتوا الكويت مو كذي إحنا مو كذي وفي الإنستغرام وفي يعني صح. مواقع التواصل الاجتماعي الكل محتاج يمكن هذا يمكن هدى مقطع كلامك يمكن هذه النصوص يمكن ما تمر على تلفزيون وزارة الإعلام لا تمر لا تمر لا كلها مجازة يعني لا مجازة لا مجازة من تلفزيون الكويت ولكن مش المسألة مش في اللجنة اللي أجازت في المخرج أو في المنتج لما يجي يصور التصوير. في التصوير يحصل تبديل أو مثلا يحصل من الممثل نفسه يعني يكون ثقافته مش يعني 100% في التراث أو في اللغة أو في كذا فبالتالي يضيع يعني تضيع منهم هذه المبادئ والقيم وهذه شغلة وايد مهمة اختيار تلفزيون الكويت للمنتجين نعم. يعني هذه وايد مهمة لأن قاعد يعطونهم ثقة ولما يعطونهم ثقة هم عارفين معطين مين من الفنانين اللي احنا ما نقول ما يعطون الكل احنا ما نقول ما يعطون للدول العربية او ايا كان حياهم الله حياهم الله ولكن لا لازم يكون في ضوابط مع المحافظة إن انا قعدت مع ساعة الوكيل سطارق المزنون قعد معي وكلمني وفهمني قال لي احنا عندنا نقاط عندنا مبادئ لان هذا تلفزيون الكويت حكومي لازم يكون له رونق يكون له مكانته لابد نحافظ واجهة جدا فاعطاني كثير من الملاحظات بالإضافة اللي أنا أعطيها ملاحظات للمخرج إنتاج الحمد لله لله الحمد مش مدحم في أعمالنا لكن لله الحمد إن شاء الله للشجارة وغيرها من المسلسلات إن شاء الله ومسلسلات الأخرى اللي تلفزيون الكويت لدرجة أن أنا أدري يعني لدرجة أن في لجنة على فكرة
في لجنه من تلفزيون الكويت تي تزور المسلسل وتشوفه وياخذون دائما ان شاء الله يشوفونه حسب ما هو ماشي بالنصوص اللي تم لان اللي حاصل حقيقه شيء محزن. يعني كل الناس يقول انتم ليش ما تشتغلون؟ طبعا سمعنا كلام اهبل، ايه بس خلاص هذه ما يبونها وهذيك ما يبونها. لا مو انه ما يبونها، حنا اللي ما نبيها، حنا نبي نختار، حنا نبي نختار صح، مو انت اللي تفرض علي انا صح. انتهي او لا انتهي، الفنان لا ينتهي. وبلادنا حلوه، وبلادنا حلوه بلادنا حلوة. يبي له نوتة. والله صوتك جميل يا أبو طبعا. مع لقاء، خلنا مع لقاء، مع لقاء بس بدون مزيقة. يلا يلا بلادنا حلوة. يلا حلوة حس الوطن ما له مثيل، بلادنا حلوة حلوة بس الوطن ما له مثيل، وعنا سافرنا الشوق يرجعنا. أيوة حب الوطن غالي والعيش في جنة، قالوا عنا سافرنا الشوق يرجعنا. حب الوطن غالي والعيش في جنة. الله بلادنا حلوة 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 بس الوطن ما له مثيل، بنزل كاسيت حلوة حلوة بس الوطن ما له مثيل. طبعا انت يعني مو يريد عليك لانك تغني، ودائما تعودنا انك تغني في مسارح الطفل ومسارح حتى الكبار، كلمنا شوي عن المسرح الكويتي. شوف المسرح الكويتي قاعدته جماهيريه الحمد لله، يعني خصوصا حتى برا الكويت وداخل الكويت. يعني المسرح الكويتي ايش نقول لكم، اصبح فيه كتاب الان قام يكتبون صح. احنا ما نذم الاولين، بالعكس عندنا كتاب الله يرحمه محمد رشود، محمد رشود قاعد يكتبون مسرحيات، لو لا كيما الكره مدوره وغيره وغيره وغير المسرحيات، عملنا مسرحيات فخمه وثقيله. لكن ما نبي نقول نظلم، نقول والله الكل مو زين، لا البعض وليس الكل. اكو ناس يشتغلون للعيد بس، وهذا اخطر شيء، انك انت تشتغل العيد يصير العمل وايد مهلهل وتجاري، وايد تجاري صح. حيل احنا ما نقول، هو كل عمل تجاري، اي عمل الزين والشين يعتبر تجاري، ما يدخل تجاري، ولكن لكن انت عندك مثلا ما تجي اخر اسبوع ولا 10 ايام قبل العيد وتشتغل مسرحيه صح. تشتغل مسرحيه هذا غلط. اذا ما تقعد شهر قراءة شهر الثاني وشهرين بروفات ليل رمضان كله، وشهرين بروفة حركه تنظم وتعدل وتنزل مثل الورد شلون تنسيق الورد كذي، من الديكور من الاضاءه من الحوار من 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 امور من الموسيقات، ترونق الشكل تسوي حلو وترضى للناس. صدقني من اول عرض يا تكون او لا تكون هم العرض الاولاني صحيح، يا تصير هو دعايتك. مي ما شاء الله عليك مسرحيتك ناجحه الحمد لله مع طارق العلي، ودرتوا فيها دول الخليج كلها وراجعين الكويت بعد. اي احنا عندنا عرض ان شاء الله الجمعه الجاي، تونا راجعين من راس الخيمه، والحمد لله اصداء المسرحيه وايد حلوه الحمد لله، مع النجم طبعا طارق العلي ونخبه كبيره من نجوم الفروقي. نعم أيه. واستاذه هدى انت متابعه الحين المسرح الاكاديمي؟ نعم. ووايد مشغوله مع دائماً. ليالي هذا المهرجان المهم جدا، المسرح الاكاديمي. نعم نبي نشوفك على المسرح ان شاء الله. وين كليوباترا وكليوباترا شفتي المشكله في الوقت كان استاذ عبد العزيز حداد، يعني الى الان المشاريع قائمه ولكن عمل ثقيل مثل هذا ومونودراما ينراد له وقت، يعني على الاقل البروفات شهر شهرين، هو مو بس على الحفظ يعني انت دائما لما تكون محافظ على مكانه معينه ما ممكن تقدم مثل ما قال وتفضل عمل مهلهل والناس تنقد عليك صح. لا كل ما تقدم شيء يقول واو، يعني ينسي الأولاني طبعا تطلع بشكل جيد. فأنا دائما وايد كسلانة في هالموضوع أني أقعد ولازم أدرس وشلون وهذا إيه وهذا لا، يعني مثل ما يقولون I'm very picky وايد أتنقى يعني عرفتي. فإن شاء الله بإذن الله أنا حاطة في بالي أنه بالكويت يكون في قليل جدا وإحنا بنتظار أعمالكم كلها وبنتظار ليش يا جارة
شاء الله. شكرا لك هدى الخطيب، شكرا للفنان الكبير عبد الرحمن العقل، شكرا للنجمه مي عبد الله، يعطيكم العافيه. ننتقل لزميلتنا بسرعه بسرعه شيمون.